مشاهدي قناة شفت في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من نواحي الرباط. سلام، خليكم مع أغرب احتفال برأس السنة سنة 2021. خليكم مع محبة للحيوانات اللي كيتواجدوا في وضعية صعبة، اللي كتجمعهم من الزنقة، اللي عندها أكثر من 100 قطة أو 99 قطة. هاد الشابة هادي اللي كتلقى القطط والكلاب حالة صعبة وكتجيبهم، اليوم اختارت على انها تحتفل مع القطط ديالها والكليبات ديالها بطريقة خاصة، اللي هي تشري ليهم لي كادو او الهدايا، ودارت ليهم واحد الحليوة، وخصوصا انها كتقول عندي واحد الكليب اللي درت ليه بزاف ديال العمليات، ولكن يعني الحالة الصحية ديالو صعيبة، فيه السرطان وقريب يودع الحياة، فانا بغيت نحتفل معاه الى باش يتوفى ما يبقاش فيا الحال. هنايا غادي نلقاو كاين عدد كبير ديال القطط وديال الكليبات وديال الحيوانات، وغنحاولوا اننا نتكلموا مع هاجر، ومن بعد غادي نرجعوا لهنايا. هادو واحد الكليبات اللي ما بغاش تخلطهم مع القطيطات حيت باقيين صغيورين، اكثر من 14 القطيطه. اجي بنتي ديري عقل، تيك هداي طلقي طلقي. هاجر، هاجر سنه سعيده علينا وعليك، ربي يخليك حبيبه ديالي. هاجر، حنا المره الثانيه كنرجعوا عندك، علاش اختاريت اليوم انا؟ كي شنو درت اليوم؟ اليوم راس السنه، وبغيت نحتفل بهاد القطيطات هادو وهاد الكليبات هادو اللي عندي، وبجميع الحيوانات اللي في المغرب، لان راكي عارفه كيف ما قلت لك اخر مره المعاناه ديالهم والمآسي اللي كدوز عليهم، وهذا الشيء اللي كاين. وسنه سعيده علينا جميعا يا ربي، والله يدخل علينا هاد السنه بداك الشيء اللي كنتمناو يا ربي يا ربي، وسهل لنا جميعا. هذا هو. هاجر، انت خديتي الله انت خديتي حليوه باش كتفرحي بهم كاملين، وهادشي زعما غريب على المغاربه. وانت اليوم غتحتفل، قلت لي انا غنبكي واحد سيرتو بواحد الكليبه اللي سميتها بيلا، لانه ان شاء الله زعما قريبه توداني، وبغيت زعما ندوز معاها راس السنه هذيك، لانه مريضه بالكونسير، وهي الصراحه هي سبب هذا الاحتفال. ابا هما تا هما ضروري، ولكن هي السبب الرئيسي هي بيلا، لان فيها الكونسير مسكينه، ودابا وصلت لواحد الحاله. هادو هما الكليبات الصغار كيتسناو باش يدخلوا ياكلوا. نمشيو نشوفوا الحليوه اللي جبتي ليهم، هي هادي لهم الشميعات هنا في انتظار. لا كاين حتى لي كادو، بيان سور شريتي لهم هادو، كل واحد وشنو شرا ليهم، كل واحد وشنو جاب ليهم. بحال هذيك كانت جابتها لواحد السيده الله يجازيها بالخير، كل واحد وشرا ليهم الكادويات ديالهم وصافي، وتفكرهم حتى هما بشي حويجات. هادشي اللي كاين، علاش لا، حتى هما يستاهلوا. شنو اللي كيخليك انك تفكري في الحيوانات لهاد الدرجه هادي؟ لانه ما كاينش قليل الناس اللي تفكر فيها الصراحه. وهي تايره روح من حقها تا هي تعيش، لانه كيف ما جيتي اخر مره راه شاكان زعما عنده، كل واحد وعنده القصه ديالو، ما كاينش زعما شي واحد اللي بصحيحته. ما كاينش شي واحد حصلناك حصلناك. انا غادي نمشي نشوف الكليبات اللي غادي ياكلوا. داكور داكور، انا اللي متعلق فيا يا اختي. قدو قد تبارك الله، هذا راه كان صغير، هذا كنلعبوا به شي دراري صغار وفرقوا على ماماه، وكان باقي تيرضع، وتلعبوا به تسالا ورماوه مسكين، وبقى تيبكي تيبكي تيبكي، ما عرفش باش تبلى. ايوا، وحتى لقيتو انا مسكين في واحد الحاله، شنقول لك زعما مسكين مصدوم وما عارف ما يدير، ما عارف حتى شي حاجه. وها هو دابا الحمد لله، دابا راه الي فاكسيني وراه كبر وراه غادي. وشوف سبحان الله التفاهم بين القطه وما بين الكلب، فهمتي؟ ما كيادي ما حتى شي حاجه، راك شفتي كلشي على عينك. ها هو تيلعب مع القطيطات مع الناس مزيان، ما كاين زعما الصراحه حتى شي حاجه فيه اللي دابا غادي نمشي نشوف الكليب. داكوغ، باش تا هما ندخلوهم تا هما. كاين اكثر من 14 كليب، نمشي نشوف هادوك تا هما سوفتاج. تا هما كانوا واحد الدراري صغار اللي كيلعبوا بهم. شنو هي القصه ديال الكليبات اللي غنشوفو دابا؟ نحط بعدا هاد الحليوه اللي تنسالي ونحطوها ليهم. قولي ادخل اماما، ادخل هنا عندك الكليب اللي غيمرض، اللي مريض بمرض السرطان، ودرتي له العديد من العمليات. وهذا الكليب هذا اللي درتي، اللي داير الحديد في رجلاته. لا، هذا داير الحديد في رجلاته. عقلت عليه. هذا الكليب هذا داير الحديد في رجلاته. سدوا الباب، باقا عاقله ما يجي ما يتسال. كوكو ياو. هذه لونا، هذه لونا تاهي كنت لقيت عندها، يلاه تزادت.
هذه هي اللي بغيت نقول لك مسكينه، هذه بوتشي بوتشي هذه عندها سرطان، هذه مسكينه اللي عندها السرطان ما نكذبش عليك. هذه واحد القصه زعما اللي اثرت عليا ولحد الان انا مازال كنحس براسي مريضه من جهتها. كانت مسكينه فيها السرطان ودابا كنا حيدنا لها داك البول اللي خارج عليها، ولكن دابا انتشر في لي بومون ديالها وانتشر فيها كامله في الدات ديالها مسكينه. راه كانت قاطعه الماكله، دابا كنديروا لها غير بيرفيزيون مسكينه باش كتاكل، وما كاينش الصراحه امل باش غادي تعيش حيت ما كاين لا دواء لا والو. هذا هو مصير الكلاب بارفوا الضاله مسكينه اللي كتكون في. الحمد لله اوغوزمون كنت طحت فيا وانا طحت فيها، لان واحد الكلبه اللي عطاتني واحد الحب، لان كلبي ديال 12 عام ما عطاهاش ليا ما نكذبش عليك. واحد الكلبه اللي محتاجه غير فين تنعس، محتاجه في مسكينه غير فين تاكل، محتاجه فين بزاف. شنو نقول لك ما عرفتش الصراحه. انا بيلا مأثرة عليا بزاف ومرضاني نفسانيا اقسم بالله. بيلا مسكينه درتي لها عمليه السرطان؟ لا درت لها، دابا راه ولات شويه ولكن مازال عندها الكونسير مسكين، منتشر في جميع الجسم ديالها مسكينه. يعني انت خايفه انها تموت؟ بقات فيك؟ بغيت ندوز معاها راس السنه ما نكذبش عليك، لانه بغيت تبقى لي غير ذكرى بعدا معاها زويونه. صافي هادشي اللي كاين. بقات فيك بزاف صراحه، بيلا بقات فيا بزاف 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 واثرت عليا بزاف، لانه ما عرفتش واحد لامور انا وياها ما فهمتوش. والله حسيتي بها بزاف، حتى هي حاسه بانني انا فهمتي، حسات بيا النهار الاول وانا حسيت بها النهار الاول سبحان الله. وان شاء الله نتمنى لها وليها الشفاء، ونتمنى لها تمشي روحها بشويه بشويه، وانا معاها حتى الاخر ان شاء الله، غنبقى معاها حتى الاخر. انت عارفه كتموت وخاكك ما بغيتيش تفرطي فيها؟ لا بغيت ندوز معاها هضره السنه وتبقى لي ذكرى معاها، حيت ما عمري ما غنساها ما نكذبش عليك. باغمي لي كالي ما عمري ما غنساهم هي هاد بيلا، فهمتي؟ بزاف 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 ظريفه. يعني انت واخا كاينين بزاف ديال القطيطات عندك، بزاف الكليبات، كل واحد والقصه ديالو exactly. الحكايه ديالو. هادو من الناس اللي انت كتشوفيهم كيموتوا، انت عارفهم بحال اللي كيموتوا نهار بنهار. اكزاكتومون هذا هو اللي زاد اثر فيا، فهمتي؟ ما كاينش علاج، ما كاينش، فهمتي؟ وصلات لواحد الميتاستاس، صافي ما كاينش علاج عندها. ايوا واش غادي نديرهم؟ كتاب الله الحمد لله، هي الحمد لله معايا وغادي تعيش احسن ايام ان شاء الله حتى لاخر لحظه. هذا هو اللي نقدر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله هاجي بوتشي كتنوض؟ لا كتنوض تقدر تنوض شويه، كتنوض شي شويه مابقاش كتاكل. قلتي لي نقصات الماكله؟ لا نقصاتها في خطره صافي. واخا تجيبي لها الماكله؟ لا واخا كنجيب لها. اليوم كلات شويه ديال الدجاج بعدا الحمد لله، ومنين غادي نسالي غادي نعاود ان شاء الله نديها للفيتيرينير باش دير البيرفيزيون تاع القسيروم، وحنا غادي معاها بشويه بشويه. ديجا انا دابا عندي شي 3 موا بحال هكاك وهي معايا، كانت تلعب وكانت، ولكن صافي اثر عليها المرض دابا، وصلت زعما المرحله الاخيره السرطان، واثر عليها وصلت للمرحله الاخيره. كيفاش عرفتي فيها سرطان؟ حيتاش كانت عندها واحد الكره خارجه من جهه كرشها بحال ولسيس. كبير، هذاك هو السرطان اللي كان خارج. داك السرطان كان صافي طلق العروق ديالو، فهمتي؟ في الدات ديالها تحيدات هذيك الكره اللي كانت هنا. دارت هذا الدكتوره مريم الله يجازيها بالخير، دارت لها لوبيراسيون وكلشي، واحد السيده هي اللي تكلفات بالعمليه ديالها، هي اللي خلصات لها العمليه ديالها، ومن تما وحنا غادي معها في مرحله العلاج دابا. نتمنى ربي يشافيها ويعافيها. ظريفه عزيزه عليك بزاف بزاف بزاف. هذا لامو الحب الكبير. هذه هنا عندك كليبات واحد اخرين؟ خلاص هذيك كنا تكلمنا عليها حتى هي دايره الحديد. اي بوتشي. قصه بوتشي باختصار؟ بوتشي غير حتى هو اول سوفتاج ليا، كانوا تسعود هما، هو اللي بقى عايش فيهم. مهرس من رجيلاتو داير الحديد لرجيلاتو، ودابا راه كبر تبارك الله، راه 12 عام، راه غيكمل 13 عام دابا في 2022 ان شاء الله. تبارك الله. الاخرين اللي غياكلوا دابا ياك؟ ضروري نشوفو تعطيهم ياكلوا، من بعد تعطيهم الحليوات ديالهم. ها نتسنى كي تجيبيهم. اييه هادوك دايراهم بوحدهم في با عند كي تبارك الله، القطيطات في كل بلاصه في كل. هذه اميه مسكينه. هذه ما كتشوفش لا حول ولا قوه الا بالله. فين هما؟ غادي نحليهم هما غيدخلوا. غيجيو لهنا، هذا بيتهم. شي في اي بي شي زوين. نشوف واحد الكليبات صغيورين زويونين ما شاء الله زوينين.
الله 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 تحزبيني. يلا شنو قصه الكليبات هادو كله؟ وصراحه وقصته كله وقصته. مين جاوك هاد الكليبات؟ عاودي لي قصه الكليبات. هاد الكليبات هادو كانت انا واحد النهار غاده من جهه لاكوت ديال سلا جهه البحر ولقيت كيبانوا لي شي دراري هازين واحد الكليب صغيور ومشيت لعندهم قلت لهم شنو كديروا؟ هذا هو المشكله التربيه ما عندناش. انا كان كيصحاب ليا غير كليب واحد شويه لقيتهم دايرين في خنشه كلاب كاملين دايرينهم صغارين باقيين دابا راه كبروا تبارك الله مازال ما حلوش فهمتيني باقيين صغيورين دايرينهم في خنشهم فزقينهم بالماء ديال البحر كيقتلوا فيهم بشويه بشويه فهمتي ايوا. ومن تما بدات رحلتي معاهم مشيت ديتهم لواحد لا مامون اللي كترضع و ما القصه طويله. ومن تما كتبوا انهم يجيو لعندي الله هادو لقيتهم كيتكرفسوا عليهم واحد الوليدات فهمتي معذبينهم واحد الوليدات مكرفسين عليهم واحد الوليدات والحمد لله الحمد لله ربي لقاني معاهم في طريقهم تعتقتهم وتبقيت غدا دابا معاهم واخا شويه ديال التكرفيس وشويه ديال التمارين الصراحه والماكله ماشي سهله ولكن انا غدا معاهم بشويه بشويه حيت غادي يمشيو عند واحد السيده ان شاء الله ديك اللي واحد السيده اللي كنعرفها غادي يمشيو ان شاء الله لعندها باش تقابلهم حتى هي تعاونك فيهم. اييه ان شاء الله الى كتاب. شحال عمرهم هاد التقريبات؟ عندهم دابا شي شهرين بحال هكا. بلاتي نشوف من هذا هذاك داصر هذاك جا عليهم ويتي 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 ما شاء الله. دابا هاد الكليبات هادو الصراحه زعما ما كاينش شي قانون اللي غادي زعما يحميهم فهمتيني ان تشد كلب صغير بحال هكا وتتعدى عليه راه حشومه. هاجر انتي فاش كتشوفي شي حد كيخبط كليب صغير وكيتكرفس عليه وكيعذبه راه حشومه راه خص شي قانون شي قانون اللي يحمي هاد البكمات هادو من هاد الناس هادو اللي كيتعداو عليهم. واش هذا مسكين هذا دابا عادت هذا شوفي قداش هذا دابا شوفي 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 ماشي تاكليه تاكليه ياك قول لهم ما تبقاوش تفرقونا على مامانا ما تبقاوش تقتلوا لينا ماماتنا ما تبقاوش تضربونا ما تبقاوش تجريو علينا بالحجار ما تبقاوش بزاف د الحوايج حتى حنا عندنا حقنا نعيشوا حتى حنا من حقنا نعيشوا اولا الله. شوفي ما شاء الله تبارك الله شوفي 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 مازال ما سميتهمش مازال الصراحه ما سميتش كل واحد عاد بغيت هذاك دبدوب دابا عقل علي حيت هو داير بحال شي دبدوب كبير دابا كياكلو دابا كياكلو دابا غادي يسالي وغادي يدخلو غادي يرتاحو ولي بيتيز ضروري هذا لو حلات ليه الروز ما حلت في سنانو او تعصب او تعصب ارى ليا ها ياكل الخش وحيا فيه سنان الروز بغا يحيدها وقتل ياكل الخش ليه قسمتها مقابلة بحد داري بيان سور على لانجيك باش كيساليهم كنمسح ليهم كنلقي ليهم كنمسح ليهم كنلقي ليهم كاملين بلاصتهم كتنقى جوج مرات بزاف فهمتي كتنقى جوج مرات في النهار ضروري كتراقبي الماء كتراقبي اي حاجة راه باقيين دي بيبي فهمتيني كنشدو كنخشيوهم في البحر وكنخنقوهم ونديرو لهم السناس ونخنقوهم ونقشوهم فهمتي راه محتاجين لرعاية. واش هذا دابا تفرقي على مو بغيتي مو فهمتيني راه عيب وعار هادشي اللي كنشوف حشومه راه هو عنده ام وديك الام اللي هجمات عليك راه هجمات عليك على ود ولدها لانه راه البراش مساكن اش كيديروا ليهم كتكون مسكينه كتردع وليدها حتى كيجي لها شي ولد تيخرج من شي قنت كينزل عليها بشي حاجه ان شاء الله نشوفوا شي تغيير لانه هذا لا القاتل لا هذا الشيء اللي كيديروا كامل ما نافع حتى شي حاجه وكان نافع كره كان الحل شحال هذه شكرا 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 دار عليا فالخير زعما راه ما كاينش حل غنبقاو نضربو هاجر غتبقاي تعتقي ونتي بحالك اجا كنت مع هاد الاهل
ربي يخليك كل خاطر وكيد داكشي اللي كاين زعما ما يمكنش كيتواصلوا معاك ناس اللي كيبغيو حتى هما هاد النوع ديال هي القلائل زعما الناس قليله اللي كتبغي تربي بحال هكا. الحمد لله حنا غادي ان شاء الله دابا نصورهم ونحطهم بو ادوبسيون ولا شي حاجه ونتمنوا حتى هما يلقاو عائلات لان حتى هما يستاهلوا انهم يعيشوا ما بين عائلات. اجي ماما يا هاجر ما سخيناش بك ولكن الوقت ما كيرحمناش نحاولوا نرجعوا نشوفوا القطيطات نشوفوا اشنو واقعوا نطفيو معاهم الشميعه ونطفيو معاهم الحليوه باش نختموا هذا البث المباشر اللي كان اجي اجي اجواء رومانسيه داخل منزل القطط والكلاب اللي عند هاجر اللي كتعتني اللي كتقدم لهم عنايه خاصه وتشي دخل يلا دخل فرقاهم داير هذوك بوحدهم وهذوك بوحدهم لا الاخرين عاد كيدخلوا حتى كنساليو لا لا ما يهضرش معاك اشي اشي برانسيس برانسيس دخلي انا نجيبها لك. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كيف مشتو معنا أو كيف كتشوفو معنا على المباشر هجر اللي اختارت على أنها تشري واحد الحليوة اللي هي تكون رمزية فهي شرات هدايا لي كادو شراتهم الكليبات والقطيطات ديالها خصوصا ولأنها بغات تحتفل بالقطيطة من حقهم يعيشوا الصراحة. هجر علاش فكرتي أن أجني هكا لحتى أنا ديما أنا تقريبا كل سنة كل سنة أنا كنحتفل مع هاد مع هاد مع هاد البكمات هادو لأن تما من حقهم تاهم يحتفلوا لي قلت لك حتى هما كنتفكرهم دائما انا بلا راس العام ولكن بغيت هذا العام هذا ندير لهم حليوه وسورتو كيف ما قلت لك بيلا لانه انا كنت محتاجه مازال محتاجه ليها مازال باغا تبقى معايا ولكن انا عندي احساس انها غادي تفارقني في هاد السنه هذه وكنتمنى من الجميع سنه سعيده لكم كاملين تدخل عليكم بالصحه والسلامه للاصدقاء ديالي اللي داخل المغرب ولا اللي خارج المغرب كنتمنى لهم التوفيق او يتابعك فين وكيفاش بيان سور اللي بغى يتواصل معايا النمره ديالي راه كنت حطيتها اخر مره عندكم في لو سيت اللي بغى شي واحد يعاون دابا شي واحد يادوبتي شي قطيطه الا بغى شي واحد يقدم يد المساعده ولا شي حاجه مرحبا 06 55 76 42 42 06 55 76 42 42 هاجر رسالتك الأخيرة رسالتي الأخيرة كنتمنى لهاد الناس هادو اللي كتأدي هاد البكمات هادو أنهم زعما يشوفوا من حالهم تا هما راه عيب وعار وحشومة كنتمنى غير فهاد السنة ديال السعيدة أن ربي ما نبقاش نشوف شي منظر اللي يألمني وأن شي قانون أنا صراحة كنتمنى أن شي قانون يكون تيحميهم لأنه راه فغيمون تقهرنا والله